مرحبا بكم يا أطفالي في قصة مصورة مع المعلمة دلال شهاب. ما هذا الصوت؟ أجل، صوت النحلة. قصتنا اليوم بعنوان النحلة السعيدة. هذه القصة من تأليف ورسوم إيام بيك من دار النشر دار سكولاستيك. كل يوم كانت النحلة الصغيرة تطير من زهرة إلى زهرة وتقول مرحباً لزهرة الربيع والوردة وشقيقة النعمان والزنبقة. والآن أنا أتساءل، ما الذي جعل النحلة الصغيرة سعيدة إلى هذا الحد؟ هيا نكتشف ذلك سوياً. كل صباح كانت النحلة الصغيرة تطير من زهرة إلى زهرة. مرحباً يا زهرة الربيع، وداعاً يا زهرة الربيع. مرحباً أيتها الوردة، وداعاً أيتها الوردة. مرحباً يا شقيقة النعمان، وداعاً يا شقيقة النعمان. مرحباً أيتها الزنبقة، وداعاً أيتها الزنبقة. أحياناً كانت الريح تهب، أحياناً كانت الشمس تشرق، أحياناً كانت السماء تمطر، أحياناً كانت الشمس تشرق والسماء تمطر، ويحدث هذا كله في الوقت نفسه. مرحباً يا قوس الألوان. وهذا ما جعل النحلة الصغيرة سعيدة جداً. وإلى هنا تنتهي قصتنا، على أمل اللقاء بكم مجدداً، ودمتم في رعاية الله.